اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطينية، رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة، نتنياهو وجالانت في طريقهما للوقوف أمام محكمة الجنايات الدولية، دول تقطع علاقاتها مع إسرائيل، تظاهرات ضد إسرائيل في جامعات العالم. باختصار، ما عجز عنه الفلسطينيون حققته واحدة من أكثر الحكومات تطرفاً في تاريخ إسرائيل. وفي إسرائيل يتساءلون اليوم، ما الذي حدث؟ كيف وصلت إسرائيل إلى هذا الوضع؟ فقبل 7 أشهر فقط، أي في 7 أكتوبر، كان هناك جسر جوي ينقل زعماء العالم إلى تل أبيب للتعبير عن التضامن مع إسرائيل. فكيف حدث هذا الانقلاب الذي يوشك أن يمنع رئيس الوزراء من الخروج إلى العالم؟ أولاً، العالم تفهم حاجة إسرائيل للرد، لكن العالم لم يعطي ضوء أخضر لإسرائيل لإبادة قطاع غزة وقتل نحو 35,000 فلسطيني في القطاع وهدم القطاع بالكامل. ثانياً، تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تتحدث عن إبادة غزة وأن لا أبرياء في الغزة وإلقاء قنبلة نووية حتى على غزة كما طالب بعضهم، وتجويع القطاع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية باستمرار، وحديث إسرائيل عن ضرورة تهجير سكان القطاع. ثالثاً، العالم أدرك أن الحكومة الإسرائيلية تدير الحرب ولا تريد إنهائها لمصالح سياسية داخلية ضيقة. فلماذا سيسكت هذا العالم عن كل هذه المآسي من أجل مصلحة نتنياهو السياسي؟ كالإدارة الأمريكية مثلاً التي تجندت تماماً لمساعدة إسرائيل، وبالمقابل نتنياهو ووزرائه يهاجمونها طوال الوقت. ثم رابعاً، إسرائيل تجاهلت تماماً كل ما يقوله لها المجتمع الدولي، تجاهلت أصدقائها قبل أعدائها، ولجأت إلى الحجة الدائمة معاداة السامية. أي انتقال لإسرائيل هو معاداة للسامية، بايد معاد للسامية، وكذلك الأوروبيون والأمم المتحدة والعالم أجمع معاد للسامية. حتى من اعترض من اليهود على حرب غزة فهو يعادي السامية. حرب غزة أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، والعالم يرى فرصة لحل جذري لها، لكن تعنت اليمين الإسرائيلي يحول دون ذلك. وبما أن العالم بات يدرك أنه لا شريك إسرائيلياً للحديث معه، توجه العالم بكل بساطة للخطوات الأحادية في الجانب. المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان اعتبر عند تعيينه مقرباً من إسرائيل، ومنذ 7 أكتوبر زار إسرائيل مرتين والتقى بعائلات المحتجزين مرتين أكثر من نتنياهو، ووصلت علاقته بهذه العائلات من القوة بحيث أن نتنياهو طلب من العائلات التوسط لدهكا، الذي قالت العائلات أنه أثناء لقائه بها بكى، والرجل اليوم يريد اعتقال نتنياهو. قصة كريم خان تقدم باختصار صورة مصغرة عن التحول في العالم ضد إسرائيل. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.